تخيل بلده ما هو عارف، ما هو عارف بلده على الخريطة. يعني أنا أسألني مثلا، قل لي السعودية فين؟ أسألني السعودية فين؟ السعودية فين؟ يعني موضوع أقسم بالله محير يا وائل، محير فين فين يا قادر جاوي يا ابني السعودية يا محمد فين؟ ايش تقول انت؟ يعني شيء انا من... لا انت بتهزر. لا يا محمد تكلم الله. هي مو قصة انه ما يعرفون او شيء، هم قليلين اللي ما يعرفون مثلا دولتهم. مثلا انا من الناس اللي قلت لك انه ما اعرف بالجغرافيا اي شيء، بس اكو هواية من الناس اللي يعرفون يتعاملون ويا الخريطة ويعرفون مثلا فلان دولة وين فلان دولة وين، لان هم يسافرون هواية يروحون ويجون. بحرين ايدي فين دبي على الخريطة يا مازن؟ هذه الامارات صح؟ هذه الامارات. طيب ودبي، هي دبي فين موجودة؟ لا لا كنسل، هذه الامارات اكنسل. ليش لغيت؟ طيب الامارات الاولى اديني، لان فيها هذه ما فيها بحر، هذه فيها بحر. الله عليك يا صفقة يا شباب الجمهور لمازن. ايه ده يا ساتر، مش من هنا، من هنا مش من هنا، من هنا مش من ايوه ايوه ايوه